هاي جايز، ان شاء الله تكونوا مناح. مثل ما عرفتوا بوز وديب نزلوا تراك جديد اسمه جوج ميزان، وانا ام ريلي wondering كيف هذا التراك رح يطلع، نوينج انه عامة بوز بيعمل كلاش لديب وديب بيعمل كلاش لبوز، والاثنين كتير بيكتبوا بطريقة كتير ديب وفيلوسوفيكال. هذا الشيء معروف، والفان بيس تبع بوز مش طبيعية. يعني اللي بيسمع على بوز فلو، ما بعرف، تسمعوا على بوز فلو بتحسوا شي بيفرقع بدماغكم، قد ما لازم تركزوا على الليركس، وقد ما it's so intense لدرجة انه يعني you get lost. anyways، اذا مش عاملين سبسكرايب على الشانل تبعيتي، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك على الفيديو، اعطوني suggestion على اي تراكات تكوني انا اعمل رياكشن، واعملوا له فولو على my social media platforms تيك توك انستغرام. وخلينا نبلش. اوكي، حبيت كيف بلش. هاكل قوادة وسط بيفان، ميتافور في دماغك ضاق بيبان القوادة فلار، ميتافور في دماغك. اوكي، بلش بيجيب هلا. مو بس يعني ما بعرف. Guys, by the way, I had to search for the track. ما لقيتها على channel deep ولا على channel pose. شكله ما بعرف ليش نزلوه على اشكازات برود. هن اللي عملوا البرود تبع الغنية، وهن دراري ديال فاز، شكلهم كتير ضاربين هالسنة. يلا خلينا نكفي. بلاد شي جا نك الدولة، بلاد شال شي زام الحدود ونهاز هذا الشي حام، غنفرقعو الارض احنا في شي عام، الفيل والكعبة ما غتهدمش، مهادي شحال ماشي عاد، لا احاديث لا دعاء، الحكمة تجي مقع الوعاء، كنخطبو دماغك بالايحاء، يوم البعد هذا ميعاد، جراندايزر وهذا التشيحات، جراندايزر واتحاد براج نيك البوليس، مصيبة بالغبرة وزيد شي دروغا، مورانا عصابة في الكوليس، خلي داك ستوك في الكونتونر، نعيش مافيوزي ماشي دوري، كنعرف نهاصلي عندي وليد كاع ما نجي نخسر. جاز ديب كتير مبلش ب انتي سيستم، يعني ليترلي هي سو اجينست ذا سيستم. ما بعرف، بس انه هلا عرفنا اخر مرة نزل الاوبي، وعرفنا كيف طلع هذا الاوبي صراحة، بس انه يا ديكوري احنا كنبدعو، مورانا ستريس نتانيا دير كوبي كولي كي طلبو نتانيا داير كوبي كولي. اوكي، ذا ثينج انو هي didn't mention anyone، و حرفيا عامل كلاش لرابرز بدون ما يقول اسامي رابرز. This is so genius. جايز تخيلوا انتو عم تقولوا لناس اوكي انتو بحال بحال، بس انه ما في حدا سيبلي، فا اوكي. حبيت هذا الكلاش. كاع الحوالي يقصدوا الكوري، ما عنديش طاقة في الدهبي، ما عنديش المالينوا في جنبي، ما عنديش الدي اس تي في دربي، مزيود في حومة كلها كتسربي، ما عنديش خطة عيش حبي، بكارطة بسطنبضة بالسبي، يا الخلافة غير فين كطبي، لا فورتون ليها دي سنين كتحلبي، الهروة كتسين ما تلبي، السلطة الرابعة شاهدة وتخبي، حبسي الوالدة ما تكبي، وتصيفطي النيابة العامة تربي، ما قاسني لا شرقي لا غربي، قاسني رويشة ما قاسني لا شرقي لا غربي. جايز صراحة اللي بده يسمع لبوز لازم بس يركز على الليركس، بس the thing انه الطريقة اللي بيغني فيها الراب ما بعرف، تحسوا مثل فرقعة براسكم، ف you kind of get lost trying to focus on the lyrics. مبارك العربي بربي اللي ما كتبش معاني شاعلة، لا قاصني بدوك توب لاين تزبي، كنعيا نافقك يا الورقة، هالعار ليك يا صباعي كذبي، يا صباعي فين غدا بحياتي انا اللي كنخلص سهلة تكتبي، يا صباعي راه نهار غطيح ما تلقيت شي قواد اللي تطلبي، راه نموت فكري ولا يجوعني شي مكيافي اللي يسميني كلبي، الادرينالين في طريق المكناس، انت فين غزق لا جودان عساس، لابيريت اوكلوك ساهي في الكاس، دومي البل اوركا العيط على اللاس، صولي البلاك ضلا تسريع ابي، عيني في الصويرة حبيبة في الراس، كنبان عيني في شويرة. جايز ما فهمت ليه عم بيقول أسامة مدن بالمغرب. قالنا قبل مكناس، الأدرينالين في طريق مكناس، وهلا سويرة، وما بعرف شو ناطرنا أصلا. بس ما بعرف شو حس. لقم ضرب من الداخل، سقسي بوروبا ولا حيوط فاس في الدومين سايق وداخل. اوكي، واو واو، سقسي بوروبا والحيوط فاس، واخا اش واخا نتبيفا وكنبقاو كلاس، سقسي مالطا سقسي مكناس. حبيت انا ها وخا ندبيفه وشو اسمه ما نبقى كلاس، حبيت انا هيدا.
طرت عليك لبوين قاع صفر الناس قاع ما كنسج دوره ماك الحرار غدوي تلقانا حداك في الدار رحنا اللي كانت بيفاون فيتي وديما القواده نازله سير بلاص حنا اللي كانت بيفاو وكانت فيتيو من القواده كتبها في البلاص كانت كتير حبيت the fact انه حرفيا فيت بوز رجع فيت ديب رجع فيت بوز رجع فيت ديب unexpected انا صراحة ولا مرة سمعت هيك شيء I got so confused يعني ما بعرف فهمت شو قصدي خرينا جبنا الكرتونة يما هبطنا اللفاكس الخونة حطينا السيفي وردونا يما هدرنا في الراجة من طونة هزينا الكايك حبسونا يما ومحيونا ومقلونا طال صبري معاك يا الباترونة برامج العكار فوق الخلونة بيكوز كيفاه الماركي لك بيج بيدي بلا ما تكيتي لبغيتي شي بلان غيدي لا ما تكيتي لبغيتي شي بلان غيدي اوكي جايز ما بعرف شو اقول قد ما شو عم بيصير بهالتراك جوان فوسيل بيز يديك لفهم جيدي بيحصل في شي عدو يباصي هبوز هادي هبوز هادي هبوز هادي جايز انا كتير بحب انه الراب تبعهم كتير اورينتال يعني literally you can vibe you can dance with a thing on something really intense and deep هيدا الحلو بديب وبوز هالعلم هالدين هتجوش قادين نمحو كارير ليه ما عندي سمعتوا اخر 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 سنتنس هتجوش قدينا يمحو الكارير لي معدين اوكي يعني literally عم يعمل كلاش لكل الرابرز بدون ما يسمع حدا طبيعة هيدا الشيء صارت اصلا صارت ما بعرف شو يعني ذكا مش طبيعي يعني صراحة أنا I'm still confused من بعد ما سمعت هذا التراك I don't know how to think I don't know what to say عامل clash للسيستم عامل clash للرابرز وما بعرف و he even mentioned cities ما يعني و the thing أنه بوز عامة كان بيعمل الكلاشات لديب وهلأ صاروا يعملوا featuring سوا هيدا الشيء كتير واعر وهيدا الشيء لازم يحصل اكتر بين الرابرز اللي بيعملوا كلاش لبعض انه بيس اهم شيء وذا ثينج انه ما بعرف على فكره ما حكينا عن ديزاين الكوفر هلا اوكي تراك اسمه جوج ميزان هلا على اليمين بعتقد ديب اكيد وعلى الشمال بوز وعم يلعبوا اشك يمكن هذا الشيء فيه يعني انه ما بعرف هلا اصلا the chess itself انه شيء كتير controversial شيء كتير يعني you have to think بطريقة استراتيجيك عرفتو بس ما بعرف او مثلا مين حيربح هيدا الجيم بس انه not bad nice cover nice design و اشكا زاد حبيت كتير البرود كان draconic و T-Slacks اول مرة بسمع عنهم بس انه عامة كتير كنا عم يعملوا شغل حلو مع تراك امبولي تراك تبع بوكال وكليماندو ما بعرف كمان لمين عملوا برود فا يس anyway guys thank you so much for watching my video ان شاء الله تكونوا حبيتوا الرياكشن تبعيتي وان شاء الله نشوفكم next time بفيديو جديد بتراكات جديدة بفات كلاشات ما بعرف خلينا نشوف تراكات جديدة rappers please نزلنا شي بدنا نسمع لنيو ميوزك وخلينا نشوفكم next time bye guys